dove sono tutti gli altri. الله محيي الجيش العربي السوري ويخلينا الدكتور بشار الاسد. نحن اللي كنا محصورين بالغوطه الشرقيه جوا بمدينه دوما. انا من الجبه وصلي محصور فتره منيحه. ذبحونا جوع، ذبحونا فار، بيعونا اواعينا. والله 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 دمرونا لتقوم الساعه وخربوا بيوتنا المسلحين الموجودين بالغوطه الشرقيه. وانا زياد احمد الساعور من جبه يبرود عم بحكي على الهواء مباشره. الله يحمي لنا الجيش احسن استقبال. والله انن هدول اهلنا، والله انن عزوتنا، والله قلنا ولا رح نرجع قد ما ضحكوا علينا. سبع سنين ما اشوف اهلي، صار لي سبع سنين ما اشوف اهلي محبوس تحت الارض. اول امبارح طلعاني الارهابيه، الله لا يوقفهم، الله يكتب عمرهم، احنا مع بشار الاسد. الله محيي بشار الاسد. نفديك يا بشار، حاجة أكل شعير بشار. أه طالعوا لنا ياهم اللي جوا، الجيش العربي. الله محيي الجيش العربي السوري. الله بشار وبس. الله محيي رجال الأسد، نحن الله محيي بشار الأسد. والله العظيم عم يتعبونا شعير، عم يتعبونا شعير ولوين الجيوش وما عم يطلعوا فينا. الله يخلينا بشار الأسد. والله دعسونا، دعسونا طبنا بالسيارة. أنا وكيلك والله العظيم دعسونا بالسيارة. الله يستر الناس. الله يستر علينا هلا. الله يحمي بشار الأسد. الله يحمي لجا محمد. الله يحمي بشار الأسد عمي. الله ثم الأسد. الله ثم بشار. عيش الأهل أكل هوا جوا جوا بعد. أنا أكثر من هيك ما في. الله يحمي. مأساة كبيرة. امبارح أنا أول واحد طلعت.
واكلنا تلم الارهابيين ذبحوا لي الان وما خلونا نطلع. الله لا يرحمه. صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد. الفضل للجيش العربي السوري والروسي وبالدم بنروح نفديك يا بشار. كنا عايشين النساء اغتصاب نساء يكذبوا علينا بعدنا اهانه. جينا اول امبارح دعسوا بنت اختي بالسياره على الحاجز. هاي الطفله دعسوها بالسياره وليك بنت اختي موجوده. لا بنوصيف ولا بنسمع ما صارت بكل انحاء العالم. انا اجيت زياره 4 سنين بالشام، بحسن اطلع صار لي سنه ونص مزروب عن طريق الهلال، بحسن اطلع صار لي جمع 10 ايام مسجل مره. اهلي صار لي 5 سنين ما بشوفهم، اهلي 5 سنين ما بشوفهم برا حاصلين هون. اعتقلوني 3 سنين ونص. اي والله العظيم 3 سنين ونص ابني اعتقلوه وانا محبوس. غنمي راحت، سياراتي راحت، الضرشي راح، صار له طالع من السجن شي 5 اشهر. تعال يا ابو حسان هذا الشيخ. هذا الشيخ السيارة شلحونا اياها، اخذوا الغنم، اخذوا البقر، اخذوا المصاري، اخذوا والله 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 خربوا بيتنا على الاخر ودمرونا. وبدنا نطلع من اول الاحداث، سكروا علينا الاطرق، ممنوع الطلعه والفوته. هذا اللي صار معنا اليوم. قالوا اول نهار نفتح الطريق 18,000 كيلو السكر ب 5,000 الرز، عم نشحت شحاده من عند المخازن المليانه، ما عم يطعموا حدا، كله راح يدمر تحت الرز. وين استاذي هذا عديلي؟ خليه يوقف على الكاميرا، حارب يمين يوقف على الكاميرا. شوف شو في عندك عمي. شو بدي احكي؟ باين بشار اسد، باين قدامك. كان عندنا الاكل ايوه، اخذوه الاكل شارتنا واخذوه، هنن اخذوه الاكل، هنن اللي اخذوه. الارهابيين الكلاب ما لهم صنف، لا ما احسن صنفهم انا، ما لهم صنف بنوب 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 ابدا. 7 سنين ما غلطت مشان هي الدية، 7 والله بيعلم 7 ما غلطت، ما لمست لمس مشان احلف يمين بالله العظيم ابي، لانه وصانا 6 ما طلعنا 7 سنين وانا مستني هالشغله. وبعرف انت يجي يوم هذا وطن، انا بلد روحتها وطن بده يروح، كل مال وطن، كل شيء بهون، كل شيء بهون. السلام عليكم.